السعودية اليوم بمرور 75 سنة أو اليوبيل الماسي لأول طائرة انطلقت من المملكة العربية السعودية واتجهت صوب مصر الشقيقة، احتفال حقيقي له رمزية بيعكس عمق العلاقات التاريخية فيما بين البلدين الشقيقين، بيعكس حجم الترابط الأسري القائم فيما بين الشعبي البلدين، بيعكس الحقيقة وحدة اللغة، وحدة الدين، وحدة الثقافة فيما بين البلدين الشقيقين. ما في شك أنه في خلال 75 عام هذه العلاقات السعودية انتقلت إلى مستوى غير مسبوق. الخطوط السعودية انطلقت إلى رحلاتها الدولية مبتدئة بالقاهرة، كانت رحلة في الأسبوع، اليوم احنا بنتكلم على 20 رحلة في اليوم. رحلة كانت بتاخد 5 ساعات، اليوم الرحلة بتاخد ساعة ونص من مدينة جدة، من مدينة جدة فقط إلى مدينة القاهرة. الآن احنا بنتكلم من عدة مدن في السعودية إلى عدة مدن. احنا في علاقة تاريخية بيننا وبين خطوط الجواز السعودية، واحنا سعداء جدا بالعلاقة دي، واحنا حتى في وثيقة بيننا وبينهم السعودية، هي كفيلتنا في السعودية، واحنا كفلاء السعودية هنا في مصر، واحنا بنتشرف بخدمة الخطوط السعودية كخدمات أرضية في القاهرة هنا وفي جميع المطارات المصرية. سعيد جدا بوجودي في الاحتفالية بمرور 75 سنة لأول خط القاهرة والحفلة في القاهرة. اختيارهم للمكان نفسه العبقري اللي احنا فيه، يعني التاريخ، فطبعا العلاقات المصريه السعوديه احنا ما نقدرش نقول غير علاقات متميزه جدا، وخطوط السعوديه دي جزء مننا، يعني جزء من المنظومه بتاعتنا، مش كشركات سياحه، كمواطنين حتى. هو الحقيقه السعوديه يعني في دلوقتي ثوره كبيره جدا في مجال التكنولوجي، يعني كل حاجه بتتطور، السعوديه ابتدت تنفتح عن العالم، على العالم كمان، يعني التيسيرات والتأشيرات اللي حاصله، التعاون ما بين شركات السياحه السعوديه والشركات السياحه المصريه، التطور والربط التكنولوجي ما بين الشركات وبعضها وما بين خطوط الطيران وما بين سيستم الطيران، سهوله الحصول على التأشيره، ابتدت فئات كتير جدا تستفاد من الموضوع ده. لا الحقيقه المملكه بقى فيها انفتاح اقتصادي. يعني الحمد لله العام الماضي احتفلنا بانجاز اللي هو كنا اسرع شركات الطيران نمواً في الشرق الأوسط، الأكثر تقدماً على مستوى العالم. كان ترتيبنا في استفتاء سكاي تراكس 58 في عام 2019 قبل كورونا، السنة الماضية وصلنا إلى ترتيب 26. الحمد لله في نهضة شاملة على مستوى المملكة، في رؤية جديدة لقيادة حكيمة ورشيدة بتعطينا دافع وطموح لم يسبق لنا أنه إحنا تعاملنا مع مثل هذه المعطيات والتحديات بمثل هذا الطموح وبمثل هذه الرغبة في الإنجاز. الخطوط السعودية إحنا متشرفين أول بأن إحنا نشتغل في هذه الشركة الكبيرة، واحنا نعتبر سفراء للوطن في هذه الشركة، واللي يميز الخطوط السعودية ان هي تهتم في ضيوفها بموظفينها، واكبر اهتمام لها ان هي بتنقل ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام طول هذه السنين. والخطوط السعودية كانت يعني كانت بتسوي طادة بين البلدين، بين السعودية ومصر، وكانت شركة الطيران خطوط السعودية شيء من الأسس اللي موططة العلاقة بين البلدين. الحمد لله صراحة تجربة جدا حلوة، تجربة يعني خارج عن أي عمل آخر صراحة. بالنسبة للخطوط السعودية صراحة تهتم بالضيوف، بضيوف الرحمن، تهتم بالموظفين، ما يعني بتركز على الكل، ما بتركز على شيء معين. مبسوطه قوي بوجودي النهارده، لان انا دايما بسافر على سعوديه ايرلاينز، والنهارده بيحتفلوا ب 75 سنه وجودهم في مصر، فانا دي حاجه طبعا تحفه. واصلا هم جوه كلهم عارفيني لان انا بقابلهم دايما في المطار، فالموضوع لذيذ قوي. وبعدين الحفله حلوه قوي، وكانوا بيغنوا حلوه قوي قوي، وانا مبسوطه بصراحه بوجودي هنا.